بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، أي أضررنا ها في المعصية، وإن لم تغفر لنا أي ما سلك وترحمنا أي بالتوبة وقبولها لنكونن من الخاسرين، أي لنصيرن ممن خسر جميع ما حصل له من الكمالات. فقال الضحاك بن مجاهد في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، فبهذا يفسر قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني الله تعالى هو الذي ألهمه هذه الكلمات فتاب عليه. وطبعا هذا موضع مهم جدا في الفرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة النصرانية المحرفة. لماذا؟ لأن العقيدة النصرانية عندهم أن آدم طرد من الجنة، طرد من الجنة ويعني نالته اللعنة هو وحواء، لأن هذا فحسب، يعني هم لا يعتقدون أن الله تاب عليه، هذه أول شيء أول فارق، هم لا يعتقدون أن الله تاب على آدم. الأمر الثاني أن آدم ورث الخطيئة إلى كل ذريته من بعد، كل ذرية آدم تولد ملوثة بالخطيئة الأصلية، هي يعني الخطيئة الأصلية معروفة الصراحة عندهم يستعملوه في النصرانية وزي من أسرار الكنيسة، الخطيئة الأصلية يعني محدش يناقش فيها. فكل أولاد آدم يولدون ملوثين بالخطيئة وسيحكون دخول جهنم، واضح؟ الى ان طبعا اختلفوا بقى من الهنادكه المقدمين المسلمين ومن الاديان الوثنيه، اختلفوا اسطوره ايه ان الاله نزل وتجسد ومش عارف وحلت امراه وخرج منها، وان حتى يعني يظن نفس الكلام بقى الاساطير الاصليه واخدينه من الاساطير القديمه الوثنيه، ودخلها في قسطنطين كما هو معروف ملك قسطنطين لما دخل النصرانيه وحرقها بهذه الاساطير. فاهم؟ أن يعني أن هذه الخطيئة تورث الأجيال، وأن البشرية كانت وأسود يوم على الطفل هو يوم يولد، أسود يوم لأنه يولد ما يعمل شيء لكن مع ذلك ملوث بخطيئة أسود، وذلك بعض الجنائس كان تعمل الأوقاف لما كانت الولد يتعمد أنه يتغطس، يعني ما يتنهوش في الأرض الموقوفة على النطاق، لأن هذا مش نصراني يعتبر عندهم غير مؤمن على زعمه، واضح؟ فانظر الفرق بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى الا تزر وازره وزر اخرى، وان ليس الانسان الا ما سعى، فطره، وان ليس الانسان الا ما سعى، كيف تحمل البشريه خطيئه ادم بفرض ان ادم لم يتب الله عليه، لكن الحقيقه ان ادم تاب الله عليه وانتهى امر الخطيئه، اما انزال الارض فهذا كان امرا قدريا، امر كوني قدري، تاب الله على ادم خلاص، لكن هي ايه؟ شيء كان مكتوبا قضاء من الله لحكمة كي تعمر هذه الأرض ويتحقق الإبتلاء بهذه الحال، واضح؟ بالنسبة للموضوع الخطيئة الأصلية يزعمون إن إيه حتى الأنبياء اللي هم يعني قبل آدم قبل المسيح عليه السلام أقصد الأنبياء اللي بعثوا قبل المسيح نوح وكل هؤلاء أنبياء، واضح؟ حتى موسى كل دول كانوا ملوثين بالخطيئة الأصلية وكانوا محبوسين في سجن جهنم، واضح؟ وانه ما كان في طريق لتحرير البشريه من تعبير اخر الخلاص تخليص البشريه الا بان ايه والعياذ بالله ان يتجسد ابن الله بزعمهم زعمهم الله ويطلب خطيئه وفداء لايه لبني ادم فيغفر الله له في زعمهم. وجد بقى ايه من غير التفريط وكل هذا الكلام الفارغ ان هي الخطيئه الاصليه والصمت والفداء وكل هذا الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى نابع عن هذه العقيده. ويعني هل لو كان التثليث يعني صحيح هل كانت الناس كنت عامل كتب كما انتم بتؤمنوا بالتوراه؟ اين في التوراه ان الله ثالث ثلاثه؟ لماذا لم يبينه الله في البشريه من اول كتاب انزل؟ لماذا ما انكشف الا يعني على ايديكم وعلى ايدي بولس تقول اليهودي؟ اي نعم. فهذا مهم جدا ان نعرف ان الله تاب على ادم وانتهى موضوع الخطيئة بالنسبه لادم عليه السلام، تاب الله عليه. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اي نعم. يقال ان ادم عليه السلام فعل بخمسه اشياء، اعترف بالذنب ظلمنا انفسنا وندم عليه
ولا منفة وسار إلى التوبة ولم يخلط من الرحمة. وسقي إبليس بخمسة أشياء: لم يقر بالذنب ولم يندم ولم يلم نفسه بل أضاف إلى ربه فلم يتب وقنط من الرحمة. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: اهبطوا يعني من الجنة إلى ما عداها. وما قيل معناه ذهبوا وهو خطاب لآدم وحواء وإيه وإبليس. والعمدة في العداوة آدم وإبليس، ولهذا قال في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا. وحواء تابع لآدم، قال اهبطا مش تحمل على اهبطا يعني آدم وحواء، فالعمدة في العداوة هي العداوة بين آدم وبين إبليس. وبعدين الاثنين أكلوا، وبرضه عندهم أفكار غريبة في موضوع قصة آدم، وأن حواء هي التي أغلبه مش عارف إيه، ولذلك يأخذون موقفا أيضا من المرأة على ما هي السبب، لكن القرآن يثبت أنهما كلاهما أكل منها. والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس. وطبعا تعيين المكان الذي يغلق فيه أيضا مما لا يترتب عليه عمل ولا فائدة تعود على المكلفين دينا أو دنيا. بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر أي استقرار أو موضع استقرار، ومتاع أي تمتع ومعيشة إلى حين أي إلى تقضي آجالكم. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فيها أي في الأرض تحيون تعيشون، وفيها تموتون ومنها تخرجون أي يوم القيامة للجزاء، كقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم ذكره سبحانه وتعالى بنعمته في تبوئة الدار والمستقر في الأرض، وكسوتهم لباسا يسترون به سوآتهم بعدما نزع عنهما لباس الجنة، وذلك لما هم بعد الإهباط من الحاجة إلى اللباس والمعاش. فقال عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. نزلنا السماء، قد أنزلنا، الملابس نزلت من السماء، لأنه قضي تمت وكتب، لأن هذا رزق كتب فوق السماء وكتب، أي قضي وكتم لكم. وكما قال موسى عليه السلام: قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير سخير، خير يأتي من السماء من عند الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقضاياه وقسمه توصف بالنزول من السماء حيث كتب في اللوح المحفوظ. وقال أبو البقاء: لما كان الريش واللباس ينبتان بالمطر والمطر ينزل، جعل ما هو السبب، جعل ما هو المسبب بمنزلة السبب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتوى له في معنى النزول: قال: لا حاجة لإخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة، فإن اللباس ينزل من ظهور الأنعام. أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، المسمى يقول ما في داعي نقول أنزلنا، يعني نهاية من القضاء نزل من اللوح المحفوظ على ما كتب وقدر من قبله، أو أن أنزلنا يعني أنزلنا المطر وبالمطر نبتت هذه الأشياء كالقطن والغير. فالشيخ الإسلام يقول: أنزلنا أنزلنا نزول حقيقي، فإن اللباس ينزل من ظهور الأنعام، فامتن سبحانه بما ينتفعون به من الأنعام في اللباس والأثاث. وهذا والله أعلم معنى إنذاره، فإنه ينزله من ظهور الأنعام وهو كسوة الأنعام من الأصوات والأوبار والأشعار، وينتفع به بنو آدم في اللباس والرياس، فقد أنزلها عليهم، وأكثر أهل الأرض كسوتهم من جلود الدواب، فهي لدفع الحر والبرد، وأعظم مما يصنع من القطن والكتان. يواري سوآتكم أي يستر عوراتكم التي قصد إبليس إبداءها من أبويكم حتى اضطر إلى قص الأوراق، وأنتم مستغنون عن ذلك لما أنزله الله. وريشا يعني وصف اللباس بشيئين: أنه إيه؟ مواراة للسوأة والزينة، فالريش بمعنى الزينة لأنه زينة الطيب فاستعير منه، أو هو من عطف الشيء على غيره، يعني أنزل عليكم ذات يواري سوأتكم وريشا، يعني أنزلنا لباسين منها ما يواري السوأة وهذا هو الأساس، والريشة اللي هي إيه؟ الزيادة الكماليات، فيكون مما حدث فيه الموصوف أي لباسا ريشا أي ذا ريش. والريش مشترك بين الاسم والمصدر، والريش المال، الريش المال. لا يجي أن تبارك وتعالى بالتقوى، هذا كان في الكلام على ستر الله والإيمان بالله أو السمت الحسن والكل متقارب.
ولباس التقوى ذلك خير، يعني ولباس التقوى المشار إليه خير. قال المهيدي: لأن الظاهر محل نظر الخلق، يعني لباس التقوى أن تزينوا صدوركم وقلوبكم بالتقوى أفضل من أن تزينوا أجسادكم به في الريش والثياب، لأن الظاهر محل نظر الخلق والباطن محل نظر الحق، والعيوب الباطنة أبحث من العورات الظاهرة. قال القاسمي: لباس التقوى صفة الورع والحذر من صفة النفس، ذلك خير لأنه من جملة أركان الشرائع، لأنه أصل الدين وأساسه كالحلية في العلاج. وقال أبو علي الفارسي معنى الآية: ولباس التقوى خير لصاحبه إذا أخذ به وأقرب له إلى الله تعالى مما خلق من اللباس والرياش الذي يتجمل به. وأضيف اللباس إلى التقوى كما أضيف إلى الجوع في قوله: فأذاقه الله لباس الجوع والخوف. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي: ولباس التقوى، عطفا على لباسا، ولباس التقوى ذلك من آيات الله، يعني إنزال اللباس من آيات الله الدل على فضله ورحمته على عباده لعلهم يذكرون، أي نعمته عليهم فيعرفون عظمتها فيذكرونها. فهذه الآية واردة على سبيل الاستطراد بعدما ذكر سبحانه وتعالى بدو والسوءات وخط الأوراق عليها، أظهر المنة فيما خلق من اللباس ولما في العري وكسب العورة من المهانة والفضيحة، وإشعارا بأن التستر باب عظيم من أبواب التقوى. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، لا يمنعنكم الشيطان عن دخول الجنة بنزع لباس الشريعة والتقوى عنكم، فيخرجكم من نظر الله بالرحمة إليكم كما أخرج أبويكم من الجنة، يعني لا يفتننكم فتنة مثل إخراج أبويكم، ينزع عنهما لباسهما، لباسهما الظاهر بسبب نزع لباس التقوى، ليريهما سوءاتهما، أي الظاهرة الدالة على السوءة الباطنة. يقول الرازي: اعلم أن المقصود من ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام حصول العبرة لمن يسمعها، فكأنه تعالى لما ذكر قصة آدم وبين فيها شدة عداوة الشيطان لآدم وأولاده أتبعها بأن حذر أولاده من قبول وسوسة الشيطان، فقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، إلى آخره. وذلك لأن الشيطان لما بلغ أثر كيده ولطف وسوسته وشدة اهتمامه إلى أن قدر على إلقاء آدم في الزلة الموجبة لإخراجه من الجنة، فلأن يقدر على أمثال هذه المضار في حق بني آدم أولى، إن كان إبليس استطاع أن يفعل هذا مع آدم فأولى أن يفعل ذلك مع بنيه، فبهذا الطريق حذر تعالى بني آدم بالاحتراز عن وسوسته. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، هو وقبيله أي جلوده من الشياطين، من حيث لا ترونهم أي من مكان لا ترونهم فيه، فهذا تعليل للنهي لا يفتننكم الشيطان، لأن إيه يعني تذكروا لأخذن لهم صراطك المستقيم، في قاطع الطريق يأخذ على السابرة يختبئ يترقب ويهجم فجأة، واضح يغتنم وقت الغفلة، فهو يراك لكن أنت لا ترى، فنفس الشيء هذا تعليل للنهي، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما، احذروا ولا تخدعنكم وسوته فإنه يراكم وأنتم لا ترونه، إنه يراكم هو وخبيره من حيث لا ترونهم أي من مكان لا ترونهم فيه. والجملة استئناف لتعليل النهي وتأكيد التحذير من فتنته بأنه بمنزلة العدو المدادي يكيدكم ويغتالكم من حيث لا تشعرون. عن مالك بن دينار قال: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤونة إلا من عصم الله، عدو يراك وأنت لا تراه، لشك هذا خطر ماهر عليه، إلا من عصم الله ومن حفظ الله من فتنته ومن كيده. طبعا هذا لا ينافي أنه قد يعني يتجسد الشيطان في صورة بحيث يرى بعد تجسده في هذه الصورة، ما حصل مع أبي هريرة لما كان يحرق إيه ثمرة الصدقة
فأتاه الشيطان. وأي ذلك من الحديث التي تدل على الشيطان قد يأتي بصورة مجسدة، فهذه ليست صورة حقيقية لكنه تمثل بهذه الصورة وضعها كصورة الحية أو القط أو أي شيء من هذا، فهذا قد يقع. لكن هذا لا ينافي أننا لا نراه من حيث لا نرى، نحن لا نراه على صورته التي هو عليها بالكامل. فإذا وبعض العلماء قالوا يقول في فتح البيان قد استدل جماعات من أهل العلم بهذه الآية على أن رؤية الشيطان غير ممكنة، وليست الآية ما يدل على ذلك، وغاية ما فيها أنه يرانا من حيث لا نراه، وليس فيها أن لا نراه أبدا، فإن انتفاء الرؤية منا له في وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءها مطلقا، والحق جواز رؤيتهم كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة، وتكون الآية مخصوصة بها في الأحاديث التي فيها رؤية الشياطين، فيكونون مرئيين في بعض الأحيان لبعض الناس دون بعض. إلا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون، يعني سلطناهم عليهم يزيدون في غيهم، وهذا تعليل آخر له وفيه تحذير أبلغ من الأول. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا فعلوا فاحشة يعني ما تناهى قبحه من الذنوب كالشرك وكشف العورة في الطواف، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، أي إذا فعلوها اعتذروا بأن آباءهم كانوا يفعلونها، اعتذروا بإيه؟ بالتقليد، تقليد الآباء، فاقتدوا بهم وبأن الله أمرهم بأن يفعلوها حيث أقرنا عليها، إذ لو كرهها لنقلنا عنها. وهما باطلان، لأن الأول تقليد الجاهل، تقليد الجهال، وجدنا عليها آباءنا وآباءهم كانوا جهال فهم يقلدون الجهلة، والتقليد ليس بطريق من طرق العلم، والثاني افتراء على ذي الجلال سبحانه وتعالى اللي هو والله أمرنا بها. قال أين والله أمرنا، يعني قال الشهاب والله أمر آباءنا بها، يعني هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة والله لا يأمر بمثل ذلك، لأن عادته سبحانه وتعالى جرت على الأمر بمحاسن الأفعال والحث على مكارم الخصال. أتقولون عن الله ما لا تعلمون، إنكار لإضافتهم الأمر بالفحشاء إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يتضمن النهي عن الإفتراء على الله عز وجل، ففيه شهادة بأن مبنى قولهم هو الجهل المفرط. قال مجاهد كان المشركون يطوفون بالبيت عراة، ولدت أمهاتنا، فتضع المرأة على قبلها النفع أو الشيء وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال العرب ما عدا ريشا ما عدا، لا فيها يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عطوا الله فيها، وكانت قريش وهم الحمر يطوفون في ثيابه، ومن أعاره أحمسي ثوبا طاف فيه، ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه احد، ومن لم يجد ثوبا جديدا ولا اعاره احمسي ثوبا طاف عريانا، وربما كانت امراه فتطوف عريانا فتجعل عليها شيئا ليذكرها بعض السفر فتقول هذا الشعر اليوم يبدو الى اخره. واكثر ما كان النساء يطوفن بالليل، وكان هذا شيء قد اتبعوه من تلقاء انفسهم واتبعوا فيه ابائهم، يظنون ان فعل ابائهم كان مستندا الى شريعه امروا بها، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك والله أمرنا به، يعني الله أمر هؤلاء الآباء بهذا. ففي هذه الآية وجوب ستر العورة في الطواف. ولما نفى تعالى ما تقولوه عليه، يقول أن الشركيت رحمه الله تعالى وإذا خلفك قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، ذكر في هذه الآيات الكريمة إلى نفحة استدلوا على أنها وقد أنهم وجدوا آباءهم يفعلونها وأنهم ما فعلوها إلا لأنها صواب وقد، وبين في موضع آخر أن هذا واقع من جميع الأمم، فقال عز وجل وذلك ما قلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقد رد الله على هذا التقليد الأعمى في آيات كثيرة،
كقوله سبحانه أواهم كان أباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يجوز الإنسان يقلد الجاهل؟ هل هذه حجة وهل هذا طريق من طرق العلم أن تقلد جاهلا لا علم عنده بالدليل؟ وقال عز وجل أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال عز وجل أمر رب ربلي فأقولك وعن أبني وأبني والدوب كفاتي إلى الغير من المساجد تحتمل يعني أعضاء السجود وتحتمل أماكن السجود. أو مسجد هو المصطلح عليه، والمعنى في أي مسجد حضرتكم الصلاة ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجدكم. قال مجاهد المسجدين وجهوا وجوهكم حيثما كنتم في الصلاة إلى الكعبة وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وقال الضحاك وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد إذا حضرت الصلاة وأنتم عند المسجد فصلوا فيه، ولا يقولن أحدكم أصلي في مسجدي أو مسجد قومي. وقيل معناه اجعلوا سجودكم لله خالصا، وادعوه أي اعبدوه مخلصين له الدين أي الطاعة لتخصيصها له، لأنه استحق عبادتكم لإدائه إياكم، ولا يسعكم تركها إذ إليه عودكم بالآخرة. وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، كما انتكأ الآن يعيدك من ملك فيجازيكم على أعمالكم إدادة العبادة. فلقدر على إنسائكم أول مرة وخلصكم أول مرة قد الأول على أن يعيد هذا الإنساء من جديد في الضعف والنشور. قوله تعالى كما بدأكم تعودون يقول السلطيسي أي كما سبق لكم في علم العادة أو سخاوة فإنكم تطيرون إليه. فمن سبق له العلم بأنه سعيد طار إلى السعادة. يعني إذا كما بدأكم تعودون في احتمال أن كما بدأكم يعني كما أنه قدر على خلقكم ابتداء فهو قدر بالأول على إعادتكم كما نزلت عليه آيات كثيرة كما خلقكم أولا ولم تكونوا شيئا فإنه يعيدكم مرة أخرى ويبعثكم من قبوركم أحياء بعد أن متتم وصرتم عظاما رميما. من الآيات التي تدل على هذا الوجه في الآية قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقت الآية. الوجه الثاني في هذه الآية كما بدأكم تعودون يعني كما سبق لكم في علم الله من سعادة أو سخاوة فإنكم تطيرون إليه. فمن سبق له العلم بأنه سعيد صار إلى السعادة، ومن سبق له العلم بأنه شقي صار إلى السخاوة. ويدل لهذا الوجه قوله بعده فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، هذه تؤيد هذا الوجه من التفسير إنه كما بدأكم تعودون يعني وفقا لما سبقت به المقادير في اللوح المحفوظ. واضح؟ لأنه بعده مشاهدة قال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة أيضا، وهو ظاهر كما ترى. ومن الآيات الدالة عليه أيضا قوله تعالى وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وعز وجل ولذلك خلقهم أي ولذلك الاختلاف إلى شقي وسعيد خلقهم أيضا. والله تعالى أعلم أن سياق الآية يعني يشير إلى أرجحية القول لكم تعودون يعني كما سبق لكم في علم الله، والدليل هو في هذه الآية فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. نعم فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يبين تعالى أن الكفار اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، ومن تلك الموالاة طاعتهم لهم فيما يخالف ما شرعه الله تعالى، ومع ذلك يظنون أنفسهم على هدى. أي نعم. وبين في موضع آخر أن من كان كذلك فهو أخسر الناس عمل ليكون على ضلال ويحسب أنه على هدى، كما قال عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال، ليس فقط الخاسرين لكن أشد الناس خسران، بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك يقول الشنقيطي في تفسير قوله تعالى ويحسبون أنهم مهتدون إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، يقول هذه النصوص القرآنية تدل على أن الكافر لا ينفعه ظنه أنه على هدى
لأن الأدلة التي جاءت بها الرسل لم تترك في الحق لبسا ولا شبهة، ولكن الكافر لشدة تعصبه التي هي كالشمس في رابعة النهار لجاجا في الباطل وعنادا، فلذلك كان غير معذور، والعلم عند الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.